بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكر وسائل الإعلام، تنشكر الحضور الكريم، الأعضاء المحترمين والسادة النواب العمدة. اليوم هذا الدورة هذه تاريخية، لأنه ميزانية كبيرة جابتها لنا السيدة الرئيسة، تقريبا واحد المبلغ اللي ما عمرو جا، يعني خصنا نستغلوه. باش خصنا نستغلوه في كيليز؟ لأنه كيليز هذا أصلا مخنوق بالانترديات، الناس مالين الريستورات عنده الانتردي على اليمين، عنده الانتردي على اليسار، يعني الناس ما بقوش خدامين. والميزانيه تاع مراكش راه التلوتي تعطي لنا كيليز، حيت كيليز هي اللي فيها الكرا غالي، هي اللي فيها التريميستا غاليه، هي اللي تخلص المصاريف. الناس ولاو تيخرجوا للنواحي، يعني سهله بالدار لجنه ولائيه وتجمع فيها كل شيء، والطرقان يكونوا يخليوا الناس يبداو يديروا مع بعضياتهم. ماشي انت باب تكون الدور تلاكار وتتلقى الصداقي فيهم تدري، والريستورات يتيشوا الدبان. هذه نقطه، هذه ممكن ندوزوا الاشغال اللي بغات الدار، ندوزوا الشوارع اللي بغات الدار، يعني هذا الشيء راه زوين. وتنشكروا السيده الرئيسه بهذه المجهودات الكبيره الفرديه اللي دارت، ولكن حنا كاداره وكمكتب خصنا الطبقه اللي ما خصناش نساوها، خصنا حتى هي نعطيوها. اذا ما كانت شي حاجه مبرمجه في هذه الميزانيه هذه، حنا راه بغينا تبرمج وباش طحنا الواجهات ديال دوالك وديال اكيود وبين القشاري ودوار الصناعه القديم والجديد، كاع الدواوير تبلط لهم بحال الشكل ديال حضره متجدده داخل المدينه. الناس دابا تيبغيو يشدوا، تيبغيو كاع يضربوا المرطو براسهم، ولكن تيكون مشكل في رخص الاصلاح. يعني السلطه راه عندها الحق، والمواطن تا هو راه بغي يضرب مرطو. حنا كجماعه تا هما كدوا لهم، لانه كيليز راه بالدواوير ديالها، والدواوير هما الاولى اللي يسبقوا في مراكش، وراه البنايات اللي جات لعندهم، يعني هما خصهم يستافدوا. داكشي تنطلبوا، راه انا متفائل السيده الرئيسه اللي غادي تتفاعل معنا في هذا الشيء، وهي راه خدامه معنا في الدواوير بالنسبه لشواهد الربط، بالنسبه للتمليك، بالنسبه للتحويل. هذاك الشيء تديروا لنا وزاره الاسكان، بلا اداره المجلس حتى هي دير التفاته للطبقه الهشه، وشكرا.